ليفربول مع يورجن كلوب. بس خلينا هنعمل ايه، هنفصص، هنخش على ريال مدريد نتكلم عن التركات الهجوميه والتركات الدفاعيه، نخش على ليفربول نتكلم عن التركات الهجوميه والتركات الدفاعيه. يلا بينا، تعالى نبدا مع ريال مدريد. عايزين نتمتع بيه، متعنا يا مساء الحال يا رب. يلا اتفضل. هنبدا بريال مدريد عشان احنا الكلام اللي احنا هنقوله يعني بنقوله بس كده وبندلل عليه رقمي. يلا. يعني عشان في جزء لما بنقول ان كريم بنزيما هو اكتر من نص فريق ريال مدريد احصائيا ورقميا وفنيا وتاثيرا، وده حقيقي. في دوري الابطال ريال مدريد سجل 28 هدف، هو الراجل ده ساهم ب 57%، يعني اكتر من نص الفريق. 15 هدف هو هداف البطوله وعامل اسيست. الناحيه الثانيه البعيد بقى البقيه ال 100% رايحه لجزء كبير منها فينيسيوس. هم السلاحين الفتاكين لريال مدريد تحديدا. فينيسيوس 3 اهداف و6 اسيست. نروح لرودريجو 5 اهداف و2 اسيست، ومودريتش 4 اسيست. تعالى نخش على اللي بعديها عشان اوريك قد ايه التاثير والحمل كله جاي على الفردتين دول تحديدا، سواء بنزيما او فينيسيوس. دي نقطه مهمه عشان دي رايحه لفينيسيوس تحديدا. هو الاكثر مراوغه في دوري ابطال اوروبا. 78 كومان لعيب بايرن ميونخ، 59 صلاح، 46 مبابي، 43 ولويس دياز، 39. نقطة مهمة جدا ان ده سلاح مهم جدا بالنسبة ليفربول، صلاح ولويس دياز، وده اللي اضفاه لويس دياز على تشكيلة ليفربول. بقى عندك حلين على الأجنحة يعرفوا يعني يعدوا واحد لواحد ويصنعوا الفارق في حتة المهارة، ومعاهم ساديو ماني كمان. ولكن هو رقم واحد فينيسيوس اللي بيلعب عليه. شفنا جون بتاع مانشستر سيتي مع فرناندينيو، خلص كل حاجة بدون أي تاكتكس بدون أي فنيات. صحيح. تعال نخش على الحالات. دي احصائيه لكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور في الليغا في الدوري الاسباني. الدوري الاسباني 27 هدف بنزيما الهدف و12 اسيست، 39 مساهم في 39 هدف. بص فينيسيوس 17 هدف و10 اسيست في 27 هدف. هما الاثنين لوحدهم قاموا بالليله كلها. صحيح. نخش على الحالات الفنيه وحالاتنا الفنيه الهجوميه. احنا اتكلمنا على بنزيما وفينيسيوس، مش محتاجين نبرز احصائياتهم او حالاتهم الفنيه، ولكن دور مهم جدا لعبه انشيلوتي كامافينجا. كامافينجا اللعيب اللي عنده 19 سنه اللي دايما بينزل في الشوط الثاني ودايما بينزل في اخر الدقائق تحديدا. يعني تعال نبدا من مباراه باريس والفرق اللي عامله كامافينجا لما نزل على طول. هنا ساب الناحيه لوكا مودريتش اللي هو يلعب رقم 10 يقوم بدوره. لا، كامافينجا بيضغط على نيمار هيقطع الكوره هو وفالفيردي. بص دايما هتلاقي الثنائي شغال كده. نكمل بالكوره. بص نيمار هتقطع منه الكوره هيسيب. بص كامافينجا بقى فين، هو نازل يغطي الحته دي خالص وسايب لمودريتش المساحه ان هو يجري عشان يقوم بدور صانع الالعاب. ومودريتش صراحه عامل حاجه عظمه جدا ان هو 36 سنه ولسه بيلعب في الليفل ده وفي التوب ليفل ده. نكمل. هيروح الكوره لفينيسيوس، فينيسيوس هيلعبها لمودريتش، مودريتش هو اللي هيعمل اسيست يروح لبنزيما. اذا هو كامافينجا من هنا من مباراه باريس لحد ما نكمل لنهايه مباراه السيتي، كل الريمونتادات او كل الكامباكس اللي عملها ريال مدريد الراجل ده كان ليه دور مؤثر كبير جدا فيها. نكمل. دي مباراه تشيلسي. كامافينجا نزل، هتشوف التاثير اللي عمله. ضغط على كانتي، كانتي بيلعب الكوره غلط، الابا يروح مرجعها، راح التاني من مودريتش واحده على طول لرودريجو. دور كامافينكا كان واضح فيها بشكل كبير، هي بالظبط كده، هي لعبها كانتي اتقطعت وداها. نكمل بعديها. ده الجون اللي بعده. بص بقى راس مثلث هو كامافينجا وفالفيردي راجعين لورا ومودريتش هو اللي بياخد المساحه. لما تحب تشرب قول لي عشان يعني بساط احمدي يعني. ماشي ماشي اشرب 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 لحد ما اللي بعدها. ماشي. يعني فكره الدور المحوري ده لكامافينجا، وانت تحديدا قلت ان هو الراجل بيدفع بيه في الاواخر اللقاء، هل من الجائز ان هو يبتدي بيه اللقاء ولا احنا برضو بنتكلم على دور جزئي؟ ما هو بص، هو دي نقطه مهمه لان كامافينجا ليه دور كبير جدا في حته الضغط. الهاي بريس اللي هيعمله ليفربول هو محتاج لعيب زي ده بدني بشكل كبير. بس طبعا ريسك ان انت تبدا بيه لان هو انشيلوتي مقسم تاثير ريال مدريد. انت في الاول والاخر عندك كازيميرو وعندك مودريتش وعندك كروس، ثلاث لعيبه تقايل. صعب جدا ان انت تستغنى عن حد فيهم في مباراه زي النهائي. ماشي. كامافينجا دايما هو دوره في الحته دي. ماشي. لما بينزل دايما بيعملك الاضافه دي، فده مهم على فكره. يعني هي تركيه صعبه قوي بالنسبه لانشيلوتي، ولكن عشان كمان هيبدا بفالفيردي وده حتى الصحافه الاسبانيه كلها مجمعه على كده، فاذا رودريجو وكامافينجا هيفضلوا هم الورقتين الرابحتين اللي شغاله معاهم تميمه الحظ من مباراه باريس سان جيرمان مرورا بتشيلسي لحد السيتي كادوار جزئيه.
بالظبط كده. بص الجون الثاني ده مهم جدا، كامافينجا هو اللي قطع الكوره من تياجو سيلفا عشان نكمل بكوره، تياجو سيلفا هو اللي بص الكوره، هو اللي قطعها كامافينجا عشان يديها لفينيسيوس. نكمل عادي بالحالات يا شباب ما فيش مشكله. هو اللي مباصي، هو اللي مباصي لفينيسيوس عشان يروح في منطقه الجزاء ويلعبها. يبص الباص اهو، كامافينجا هو اللي قطع تاني، وصل فينيسيوس منطقه الجزاء يلعبها لبنزيما يحرز الهدف. اخيرا مباراه السيتي دي خلاص هي نفس الكوره. لو رحنا بقى مباراه السيتي كمل عادي، هي نفس هنا مباراه السيتي، رجع بقى هو الراجل بقى صانع العاب كامافينجا، يعني يعرف يعمل لك الدورين. عايزه يرجع متاخر عشان يدي مودريتش هو دور صانع الالعاب او دور اللعيب رقم 8 شويه، عادي. عايز يلعب الدور هو اللي يصنع اللعب يعمل ده. بص بيرجع الكره لكامافينجا، بيبص حواليه شايف المساحه كانت فاضيه، راجل برناردو سيلفا بيشاور له، ما كانش شايف ان بنزيما هو اللي بيتحرك. اول ما نزل عمل اخطر فرصه لريال مدريد قدام مانشستر سيتي في الدقيقه 81 تقريبا، وهو اللي كان متسبب كمان. بص نفس اللونج بول راح عاملها لبنزيما، هي اللي احرز منها رودريجو الهدف الاولاني. نقطه مهمه جدا عشان نختم موضوع هجوم ريال مدريد، الراجل ده كريم بنزيما بيعمل لك الدورين، بيعمل مهاجم الفولس ناين وبيعمل المهاجم الطبيعي اللي جوه منطقه الجزاء. بس دوره كفولس ناين في الطريقه دي بتفرق جدا مع ريال مدريد. بمنتهى البساطه كانت الماستر بيس او يعني اكتر حاجه تعرف تحكم عليه في مباراه تشيلسي في الذهاب في ستانفورد بريدج، لمس ثلاث لمسات جوه منطقه الجزاء جاب الثلاث اهداف. بقيه اللمسات دي بص من عند منطقه الجزاء يشعر بالحزن ويتحدث. ما هو هنعمل ايه طيب؟ ما هو بصراحه يعني شابو كبير جدا يعني. تعالى نخش على الحالات الدفاعيه لريال مدريد عشان خلصنا الحالات الهجوميه، ودي احصائيه مهمه جدا 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 بتوريك المشاكل اللي بيعاني منها ريال مدريد دفاعيا وبس متنفسه مجرد ان هو هجوميا فقط لا غير. كورتوا قصاد اليسون 66 تسديده جت عليه، 29 لاليسون. الراجل ده متصدي ل 52 تصدي. ده في ايه؟ في دوري ابطال اوروبا؟ دوري ابطال اوروبا، كل كلامي على دوري ابطال اوروبا. ماشي. تصديات 15 بس لاليسون، بص الفرق 52 ل 15. هنا ده مستباح، ده صعب الوصول اليه. فكورتوا ليه دور مهم جدا في وصول ريال مدريد للمكانه دي وللنهائي ده، يعني عشان الدفاع بصراحه مشكله كبيره عند ريال مدريد. تعال نخش على الحالات الدفاعيه اللي هتكشف لنا مشاكل كبيره جدا. بص مانشستر سيتي، ودي واحده من الفرق اللي شبيهه شويه في ليفربول في تحركات او اللامركزيه بتاعت الثلاثي اللي قدام او الرباعي اللي قدام. محرز معاه الكوره، برناردو هيتحرك بسهوله جدا، ياخد معاه الابا، بص على ميليتو وبص على دي بروين اللي هيتحرك ما بينهم عادي. نكمل اللي بعديها، محرز توغل ورقص وعمل كل حاجه، دي بروين بيتحرك لوحده خالص داخل هيلعب بالهيد، وكارفخال هيتفاجئ بيه. بص الراجل المساحه فاضيه تماما، محدش مغطي وراه، وجان الهدف الاول لمانشستر سيتي. الحاله اللي بعدها في الجون الثاني برضه تحضير مانشستر سيتي، وده مهم جدا. دي بروين كان هنا نزل استلم عشان يسدد على رودري، لو كملنا بص دي بروين رجع عشان يخرج فودن اللي هيروح له ميليتاو، ميليتاو هنا ساب كل المساحه دي فاضيه، مبقاش فيه غير الابا. هتتلعب العرضيه، استلام سيء جدا من الابا، ما يعرفش يشتت الكوره، ياخدها خيسوس ويحرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي. حالتين مهمين جدا عشان ممكن نشوفهم مكررين بكره، لو عملهم ريال مدريد هيخسر كتير. بص ميليتاو سايب سايب ارضه وسايب بيته ورايح فين؟ هو عشان بيضغط عالي، المفروض ريال مدريد بيحاول يضغط عالي على مانشستر سيتي في المباراه دي. ساب دنيته خالص، بص برناردو سيلفا هيطلع بالكوره في ماتش الذهاب يا جماعه، بالمناسبه في ماتش الذهاب طبعا. دي بروين هنا وادي الابا، دي بروين بلمسه واحده هيطلع الابا بره اللعبه خالص، هتروح انفراد ثلاث لعيبه على اثنين لعيبه لولا تصرف محرز في الكوره. بص الانفراد شكله عامل ازاي، جوارديولا كان هيموت يعني في الكوره دي، يعني يتجلد بصراحه حقه يعني، حطها بالعرض جول. نفس الكوره عملناها في ميليتاو، نفس الكلام الابا برضه باع نفسه خالص. بص لحد فين الابا هنا اهو، برناردو هيودي وهو محرز هيودي الخيسوس، هتروح هناك برضه ثلاث لعيبه على اثنين لعيبه، كارثه بكل المقاييس لو حصلت بكره. لان بمنتهى البساطه الفرق ما بين ليفربول ومانشستر سيتي الافشنسي شويه او الدقه عند المهاجمين. هل سيحظى محمد صلاح برقابه مختلفه بنوعيه ضغط مختلف عليه، مش بس علشان هو محمد صلاح لعيب مؤثر، وانما قد يتحدث البعض عن انه تصريحات صلاح استفزت لعيبه ريال مدريد، وبالتالي هيكون في نوع من انواع التركيز زياده عن اللزوم في تحركات محمد صلاح؟ ما اعتقدش تماما ان ريال مدريد هيلعب بالاسلوب ده، هي كلها حاجات مايند جيمز بتحصل في التصريحات ما قبل المباراه. لان لما هنيجي نخش على حالات ليفربول الهجوميه تحديدا هوريك ان هم لو عملوا كده هتبقى كارثه كبيره جدا بكل المقاييس، لان عندهم ماني وعندهم لعيب مهم جدا ومؤثر اسمه لويس دياز. لو ما عملوش حسابه هيعمل مشاكل كبيره جدا، خاصه على جبهه كارفاخال ناحيه اليمين، وهي الجبهه ربما الاضعف
بشكل كبير. الكنترا جاهز ولا خلاص؟ يعني هو منزل النهارده بوستات بشكل كبير، منزل بيصور الشوز ومصور ان هو جاهز. مفترض ان هو يعني خلي بالك عشان في منظومه ليفربول الهجوميه تحديدا ثلاثي وسط الملعب ده فابينيو وتياجو وهندرسون، الثلاثي لاغن عنه لان هم ثلاثه مختلفين عن بعض.